دول مش رحمة بشر. الله عليه. اللي معاك قالوا لي قربوا باين، ما تقولش عليهم بشر خالص. فهل معاك عليهم بشر؟ خلال اليومين اللي كانت متواجده فيهم داخل المستشفى كانت بتتكلم او حاجه؟ قالت ايه؟ هي ساعات بتقول خلي اي حد يسامحني. خلي اي حد يسامحني. اي حد انا اتكلمت معاه قلت له كلمه زعلته خليه يسامحني. يا هي ملاك ما عملتش اي ذنب، ما عملتش حاجه في حد. والله كانها نايمه. والله كانها نايمه. يعني دي شهيده باذن الله. اكيد شهيده. المشهد اللي شفناه النهارده في قريه كحك، الالوف من اهالي قريه كحك، ومسافه من قريه كحك لقريه عوني مسافه اكثر من 4 كيلو. الالوف هنا عدد غير طبيعي النهارده متواجد. جنازه اعتقد لم تشهدها الفيوم، ان دل فدل على انها انسانه نقيه شهيده في الجنه. يعني طفله بريئه، يعني ما عملتش اي حاجه، وكانت بتصوم الاثنين والخميس. هي كانت صايمه اليوم ده. صايمه والله. ست البيض. وده يمكن كان اخر يوم ليها. كان اخر يوم كان في الصيام، وهي زفت الى الجنه الان. والله باذن الله. باذن أكيد. الله شهيده. فهي شهيده. فالحريق درجه من درجات الشهاده. والله باذن الله شهيده. وكانت في مكان عملها واتغدر بيها. كان العمل والله. والله كانت ظهر ابوها. ظهر ابوها. يعني ظهر ابوها اتقسم دلوقتي. قول لي اخر لما شفتها بعد ما توفت شكلها. والله نور. نور طالع من وجهها كده. انا شفت النور في وجهها. والله والله في انت شفت حد صادق من غير ما تحلف حضرتك صادق. شفت كده. ده دليل على ايه؟ والله دليل باذن الله، دليل على الصلاح وعلى حسن الخاتمه. باذن هي حسن خاتمه. المشهد اللي شفناه اي تفسيرك للنعش واحنا ماشيين. النعش كان بيجري. والله دي حاجه دي تسليم عند ربنا سبحانه وتعالى. شكرا جزاء يعني البقاء لله. كان معانا طبعا عم جهاد رحمه الله عليها في لقاء خاص مع القاهره 24. المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده طبعا لم تره محافظه الفيوم من قبل. الجميع طبعا كان متواجد للقاء نظره الوداع على الشهيده جهاد شعبان عبد الرحمن بنت محافظه الفيوم. ماتت صائمة طبعا، ماتت على يد 4 شياطين في هيئة بشر رحمة الله عليه. قال لنا عمها طبعا ان وجهها كان مبتسم، فهي شهيدة. كانت سند والدها، غدروا بها. فتاة يعني لا تملك من أمرها شيء تروح نتيجة الغدر. رحمة الله على الشهيدة اللي زفت اليوم. مش عايزين قدر كلام. يلا طبعا المشهد زي ما حضراتكم شايفينه، تجمع عدد كبير في جنازة لم تشهدها محافظة الفيوم. الجميع خرج لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على عثمان جهاد رحمة الله عليها. كنا معكم من داخل مقابر أسرتها بقرية عوني بمحافظة الفيوم. شكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابعي القاهرة 24.